قواعد البيانات الـ SQL Structured Query Language عن ثلاث حاجات. أول حاجة Database Creation، إنشاء قواعد البيانات، Altering التعديل، Dropping الحذف. كود إنشاء قاعدة بيانات أو تعديلها أو حذفها متشابه نوعا ما. الكود بيبدأ الأول بالأمر Create، بعدين الحاجة اللي هينشأها اللي هي قاعدة بيانات Database، بعدين اسم Database، وبينتهي الكود بالسيمي كولن أو الفاصلة المنقوبة. في طريقتين لإنشاء قاعدة بيانات أو التعديل أو الحذف. الطريقة الأولى باستخدام الـ Management Studio، الطريقة الثانية باستخدام الـ SQL Script، وهنشوف الطريقتين دول إزاي بنستخدمهم في البرنامج. ومجرد ما نفتح البرنامج تظهر الواجهة بالشكل ده للـ Server Type. عندي أكتر من نوع، هدخل على Database Engine، Server Name اللي هو اسم الهوست، Authentication أنا عندي Windows Authentication أو SQL Server Authentication اللي أنا عندي Login Name and Password. طبعا هنستخدم Windows Authentication. بعمل Connect، بيظهر بالشكل ده قاعدة بيانات. طيب عشان أنشئ قاعدة بيانات جديدة بالشكل ده كليك يمين على Database New Database، اللي مثلا اسمها فارماسي، الاونر ديفولت اللي هو اليوزر اللي انا مستخدمه في البرنامج. عندي هنا ملفين، الملف الاول فايل تايب رو داتا، ده بيكون قاعدة البيانات. الفايل الثاني اللوج، كل التحركات والاكواد اللي بيتم تنفيذها على قاعدة البيانات. هنا مسارات الحفظ، مجرد ما اضغط اوكي يعمل اكسكيوتنج كده بقى عندي قاعده بيانات اسمها فارماسي. طيب لو انا عايز استخدم ده باستخدام مانجمنت ستوديو، لو انا هستخدم الكويري اس كيو ال سكريبت، مجرد ضغط على نيو كويري تظهر الواجهه بالشكل ده. هعمل هكتب الكود كرييت داتا بيس اسمها ايه؟ انا عملت فارماسي، ممكن نخليها في فارماسي 1. بعد ما بخلص الكود بضيف السيمي كولن. هي غير مؤثرة هنا في البرنامج ده، لكن في برامج تانية لمعالجة قواعد البيانات وانشائها بتأثر، فيفضل ان احنا نتعلم اكواد في اللغة عموما. اما بضغط على F5 او على Execute ينفذ الأمر بالشكل ده، تظهر عندي هنا قاعدة البيانات. قاعدة البيانات ما ظهرتش عندي هنا، فبعمل ايه؟ ريفرش، تظهر قاعدة البيانات بالشكل ده. طيب لو انا عايز اغير اسم قاعدة البيانات دي هعمل ايه؟ الكود altering alter database كذا، بعدين نقول modify name يساوي، ممكن نخليها pharmacy 2. مجرد ضغط على execute تيجي رسالة تم تنفيذ الأمر. So database name pharmacy 2 has been set. نعمل refresh هنلاقي إن في قاعدة بيانات اسمها pharmacy 2 اللي هي كان اسمها pharmacy 1 سابقا. طيب لو أنا عايز أحذف قاعدة البيانات دي اللي هي pharmacy 1، كل أنا هكتبه كود drop. في حاجة لازم نلاحظها، سواء أنا كتبت الحروف كابيتال أو سمول بينفذ الأمر، لأن الـ SQL language عموما مش case sensitive،
فبالتالي بتنفذ الأمر أيا كانت الحروف، أيا كان حروف كابيتال أو سمول. أكتب الكود بالشكل ده وأعمل execute. طيب هنا عندي ايرور. سبب الايرور ايه؟ بيقول لي لازم نفهم لما يظهر ايرور كده ايه السبب. هو بيقول لي cannot drop the database pharmacy 1 because it doesn't exist، يعني database مش موجودة أصلا عشان يحذفها. فأنا فعلا ما فيش عندي database اسمها pharmacy 1، في database اسمها pharmacy 2. هنا command completed successfully. لو عملت refresh هنا هاي الداتابيس اللي اسمها pharmacy 2 اتحذفت. وده موضوعنا عن إنشاء وتعديل وحذف قواعد البيانات. في نقطة صغيرة، لو احنا عايزين نستخدم management studio عشان نحذف قاعدة بيانات، مجرد كليك يمين أو كليك شمال وتظهر الواجهة دي النافذة دي، اضغط delete كده اتحذفت. طيب لو انا عايز اعمل اعادة تسمية او تعديل اللي هو rename، ممكن اخليها pharmacy 2 بالشكل ده.